أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي السؤال الثاني وهي عن امرأة تقيم في أوروبا تسأل عن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين بغير محرم، هل هذا يجوز لها؟ نعم، هذه مسألة مستثناة من اشتراط المحرم للمرأة، أنها يجوز لها السفر للهجرة بدون محرم، كما هاجرت الصحابيات من مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم، لأن يعني هذه مسألة ضرورة وورد بها دليل، وما عداها لابد من المحرم.